ابو الطيب مهاجم كويس، بس احنا مش عارفين نوظفه يعني في الزمالك بس. وتوقعي ان شاء الله المغرب يتاهل يعني، ان شاء الله يعني يكسب ممكن النهارده 2 ولا حاجه ان شاء الله. طبعا نقول منتخب المغرب منتخب قوي في المثاليه، المنتخب المصري منتخب هو قوي ونشجعه فيه، لكن احنا هنا في مصر، مصر مستضافة البطولة، نشجعه في مصر ونشجعه في المغرب ونشجعه في الجزائر وموريتانيا، ضروري نوقف مع منه مع كل العرب فهمت عليا. لكن بصفة عامة المنتخب المغربي أقوى منتخب، مصر أوكي 100 100 بطولات يعني، كانت حق المنتخب المغربي بطولة واحدة، لكن حق مستوى، حق في المشاهدة، أنت تحد تفرج على المنتخب المغربي تشوف كرة صح، تشوف أداء صح، تشوف لعيبة صح، فهذا اللي حببنا في المنتخب المغربي. وأنا جاي نحضر 3 ماتشات الجايات، حاجز واحدة لمصر وثلاثة للمغرب، باش نشجع المنتخب المغربي لأن أنا أعشق منتخب المغرب. منتخب عربي شقيق طبعا، لازم نقف جنبه يعني أكيد إن شاء الله، هي مصر طبعا الأول، وبعد كده إن شاء الله بقية المنتخبات العربية إن شاء الله. لعيب زي حكيم زياش، لعيب محترف طبعا، وفي لا في لعيبه طبعا، وكنا نتمنى وليد ازارو طبعا بما اننا اهلاويه، فكنا نتمنى يبقى وليد ازارو موجود ان شاء الله. خالد بوطيب موجود، انا منتخب المغرب اشجعه ايا كان اللعيبه اللي فيه، انا بشجع منتخب المغرب اكيد، منتخب مصر بلدي، بس منتخب المغرب من يعني المنتخبات اللي انا بحبها، البلاد اللي انا بحبها اصلا. انا اهلاوي بشجع المغرب بحبها وكده، واحب حكيم زياش، وكان نفسه وليد ازارو يروح المنتخب.